اهلا بيكم معانا في فقرتنا الثالثه ريمونتادا، الفقره المحببه لقلوبكم وقلوبنا. اكذوبه الموسم، وكل موسم وكاله الاهرام للاعلان، وكان الموضوع ده ما بينتهيش. حبينا النهارده نرد على حاجات كتير لهواة التسجيل. احتفظوا بالكلام اللي هيتقال. ازيك يا احمد؟ قلنا هنشتغل في الحته دي بشكل مختلف. الكابتن خالد غندور تقريبا متناول الموضوع لسه من 3 او 4 ايام. كل ما يستضيف حد نيجي نتكلم عن اي حقبه من بدايه الالفينات او اخر 10 سنين، فكابتن خالد غندور دايما يتكلم عن فكره وكاله الاهرام. طب تعالوا نسمع كابتن خالد غندور ونرجع تاني. مستر فينجا ده مشي. مستر فينجا ده مشي في السنه اللي بعدها. بدات الامور في نادي الزمالك تنزل. الكيرف بدا ينزل، وفي مقابل انا فاكر ساعتها مع احترامي يعني وكاله الاهرام الاعلان ادت مبلغ محترم جدا للنادي الاهلي، راح اشترى بتاع 13 لعيب. عمل فرقه 13 لعيب بقى، ابو تريكه وبركات ومحمد شوقي وعماد النحاس واسلام الشاطر. اسلام جه من بلعبه كده، بلعبه مهندس عبد القي يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، بلعبه كده كالعاده. كابتن خالد غندور دايما يقول لك لعبه كده عن اسلام الشاطر. الفكره كلها اسلام الشاطر هو اللي جالي النادي الاهلي ووقع مع النادي الاهلي، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا في وكاله الاهرام يا فارس، عندهم دايما فكره ان وكاله الاهرام هي اللي وجهت اللعيبه للنادي الاهلي، وهي اللي صنعت جيل للنادي الاهلي، وكان النادي الاهلي لسه مستحدث وبيبني جيل او فريق جديد. بالظبط. والغريب ان ده مش راي عابر او مجرد راي، مش هو الاساس اللي بيبنى عليه. تعالوا نشوف حد رايه نفس الراي ومسؤول عن اتحاد الكره دلوقتي، استاذ عمرو الجناي. الكابتن حسن اللي عمله للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي، انا بقول قد كل رؤساء النادي الاهلي اللي عملوه للنادي الاهلي، بسبب برضه يمكن برضه كان في بعض الاحيان موقعه وشغله اللي كان موجود ساعد النادي الاهلي جامد جدا. ابسط شيء واحنا موجودين دلوقتي عقد الرعايه اللي موجود بتاع النادي الاهلي، ربنا يبارك يعني. اما في وقت من الاوقات كنت بتروح تتكلم مع لعيب يقول لك اوكي انا كذا 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 خلاص احنا متفقين، ويروح التاني يقول له ايه طب وهتاخد عقد رعايه من الاهرام من شركه الاهرام بكذا. فانا يعني هل تعتقد يو كانوت كومبيت ولا نفس الفكره؟ وكاله الاهرام هي اللي كانت المبرر لان الصفقات راحت من الزمالك للنادي الاهلي، هل ده صحيح يا احمد؟ لا، ده كمان الاستاذ عمرو الجنايني هو بص كعاده الزمالك ده ايوه، اول لما يتكلم في قضيه مش هتقدر تطلع بتصريح كويس من القضيه دي الا لما تكلمه في قضيه ثانيه خالص. فلما الكابتن احمد شوبير سال في نفس الحلقه الاستاذ عمرو الجنايني في قضيه الاعلام، وهل الاعلام الاهلي قوي ولا مش قوي، ولا اعلام الزمالك هو الاقوى، تعالوا نشوفوا رده اللي هيخدمنا في قضيه الاهرام. برضه بنقول الاعلام بيقول يعني الحاجه اللي بتخلص للنادي الاهلي بيقعد يقول لك ما اعرفش ايه. طب ما في حاجات كتير جدا خلصت نادي الزمالك. اديني مثال كده. اديك مثال شيكابالا انا جايبه بعد مجله الاهلي. شيكابالا في الاهلي، مين اللي جابه؟ لا بس شيكابالا مضى في الاهلي. ما مضاش في الاهلي، شيكابالا راح النادي الاهلي، وقع عقد في النادي الاهلي، وبعد ما النادي الاهلي رد لكم العقود تاني، ورد عقود وائل الاباني قبل كده. لا في فرق بين وائل الاباني وفي فرق بين شيكابالا. شيكابالا النادي الاهلي ما ردش العقود، ومعلش من الاسباب اللي احنا دفعنا فيها الغرامه اللي اتدفعت في اللي هي النيابه عن 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 شيكابالا في المحكمه الدوليه اللي هي 900,000 يورو دي، ان شيكابالا الامضه بتاعه الاهلي اللي هي العقد بتاع الاهلي اللي راح هناك. فهو كان بالتالي جت رغبه اللاعب، كان ماضي الباوك وماضي للزمالك وماضي الاهلي. طيب فقالوا رغبه. اي ما ده انا بقوله لحضرتك الرغبه بقى في الزمالك بعد كده. في النهايه الزمالك كويس قوي. محمود فتح الله. محمود فتح الله في الاهلي. مين اللي راح جابه؟ يعني في حاجات كتير قوي قوي. شيكابالا ومحمود فتح الله، زي ما قلنا نتكلم عن الاعلام فنلمس في قضيه الاهرام. الحقيقه يا استاذ عمرو الجنايني بنفسه بيعترف ان هو فعلا شيكابالا مجله النادي الاهلي كتبت شيكابالا في الاهلي، كتبت محمود فتح الله في الاهلي، وقدر نادي الزمالك ياخد شيكابالا وياخد محمود فتح الله. وعمرو زكي كان في صراع عليه. لا لكن احنا لو قلنا شيكابالا مثلا زملكاوي، طب محمود فتح الله مش زملكاوي. عمرو زكي محمود فتح الله كان بيقال دايما ان هو اهلاوي قبل ما يروح نادي الزمالك، ولكن العرض المالي على فكره بتاعه كان كبير جدا في الوقت. مصطفى جعفر، هاني سعيد، لو فضلنا نعدد عليه برضه. طبعا لو فضلنا نعدد هنلاقي نجوم كتير يا استاذ عمرو، وده بينفي او بيتناقض مع كلامك عن فكره ان وكاله الاهرام هي اللي كانت بتميز او بتخلي اللاعب يميز النادي الاهلي عن نادي الزمالك، خاصه
ان نادي الزمالك كان معاه قدره ماليه فارس لشراء اللعيبه دي. ده اللي احنا بقى عايزين نشوفه، القوه الشرائيه فعلا والصفقات اللي انت بتبرمها. خلينا نشوف في موسم 2005 2006 بالظبط، وفقا لموقع في الجول اللي ذكر ان كان 80 مليون جنيه صفقات اللاعبين، ده كان بدايه الانطلاقه لارتفاع اسعار فارس. كان نصيب الزمالك منها 24 مليون والاهلي 21 مليون، في عز الوقت اللي اتقال ان النادي الاهلي بنى فريقه بيه بانه هو كان عنده قوه شرائيه مختلفه تماما عن نادي الزمالك. الزمالك دفع اكتر، كان الزمالك دفع اكتر، لكن كل ده بيرد احمد على فكره ان انت كنت بتمنح طرف على حساب طرف. الفكره يا جماعه انت كان عندك قوه شرائيه اكبر، انت هنا اشتريت ودخلت الموسم بلاعبين كمان عقود اكبر، فازاي وكاله الاهرام كانت بتخليك تبني فريق في الوقت اللي الزمالك ما كانش بياخد فيه لاعبين؟ مشكله فارس، هم اهتموا بالكم مش بالكيف، لان في ال 24 مليون اللي ذكروا موقع في الجول نادي الزمالك اشترى بيهم 11 لاعب، في حين ان النادي الاهلي اشترى فقط لغير 5 لاعبين. فهنا كان في سياسه، انت معاك المبالغ اللي تقدر تشتري بيها، لكن انت كنت بتشتري بالكم، لكن النادي الاهلي كان بيشتري بالكيف. والحقيقه عايزين ناكد على فكره ان مش الفلوس وحدها اللي بتصنع بطوله، برغم ان انا حابب اكد ان الصفقات دي والمبالغ اللي دفعها الزمالك ل 24 مليون هم اكيد فادوه، لانه كان في الموسم 2004 2005 مفنش الموسم في مركز سادس. لما عمل بالزبط. الصفقات دي وصل لمركز ثاني، فده اكيد فادوه، لكن ما يقدرش يحقق بطوله من مركز سادس لتحقيق طبيعي بطوله. يبقى فاس. التدرج في ان انت بتحاول تتعافى بعيد خالص عن فكره ان انا ما كانش عندي القدره اشتري. يا جماعه مش حقيقي، الفترة دي ما كانش علاقة التراجع فيها ان انت ما عندكش قوة شرائية، وده هنستعرضه كمان. ده بقى القوة الشرائية.